لا في المسار التدريبي مع الأندية التونسية، نفس الحال مع نادي الرجاء، تفاعلاته بهذا الشكل. المدرب يحب الانتصار، المدرب يهمه الانتصار. هذه كرة عرضية، جول جول شمس الدين الشطيبي، شمس الدين الشطيبي، شمس الشطيبي تشرق من جديد في سماء أدرار بفرحة الرجاوية وبجول الأخضر في مونديال كبار بخطأ فاري على مستوى الدفاع وهستيريا تعظم المدرجات. شادوا التيكي تاكا الرجاوية، شادوا العرضية الرجاوية والمتابعة لشمس الدين. يا فرحتك يا شمس الدين، يا فرحتك يا شمس الدين، يا فرحتك يا شمس الدين بهدف في يوم جميل، في يوم تاريخي، لأنه يصادف عيد ميلاد شمس الدين الشطيبي 31. فعلا مدينة أكادير السعيدة بهذا التقدم الرجاوي. هنا تقنية خط المرمى لا داعي لها، لأن الكرة الجانبي هذا والخطير رومبيرتو سواسو اللي هدد في أكثر من مناسبة يا السعيد لتنفيذ هذه الكرة الجانبية، وعينون على الكرة الثابتة. جول جول التعادل المكسيكي، قلت يراهنون على الكرة الثابتة، وفعلا جاءت الضربة الرأسية. خوسيه ماريا باسانتا اعدل النتيجة للفريق المكسيكي. هذا هو خوسيه القائد، هذا هو خوسيه الأرجنتيني، هذا هو اللاعب السابق للاستوديانتس دي لا بلاتا. هنا في القائم الثاني ارتقاء أعلى من الجميع، وشاهدوا من يراقب باسانتي، شاهدوا من يراقب باسانتي، هو اللاعب زكريا الهاشمي. فوارق كبيرة، فوارق كبيرة بين زكريا الهاشمي وكذلك باسانتا، كان الأطول، كان الأعلى باسانتا. إذا يعدل النتيجة. الجمهور لم يأتي بمحض الصدفة، لأن هناك من يضحون بالغالي والنفيس. هذا كوكو كان موجعا للمكسيكيين، كوكو وجعهم، كوكو قلقهم. وهذه كرة الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، ضربة موجعة، ولكن المكسيكيين حتى الآن يحافظون على فعلا حظوظ من أجل التعديل. إذن الفرحة تكتمل والمباراة تتواصل في أول تجربة بالديار المغربية، وأكيد المغرب الآن أصبح قبلة للاعبين الأجانب وكذلك للمدربين الذين بصموا على مسار جيد، سواء فوز البنصرتي مع الرجاء البيضاوي اللي عنده رصيد كبير ما شاء الله في تونس، وكذلك عبد الحق بن شيخة الذي يصنع